هذا الفيديو ما هو موجه للفنيين، هو موجه للأشخاص اللي خارج نطاق التقنية. يعني خلينا نقول زي عنوان الفيديو هذا التقنية لغير الفنيين. صغير. طيب. فكرة إنه يكون في مشروع تقني. خلينا نقول تحديدا في الموبايل وفي الويب. كثير ممكن ناس قاعد تفكر فيها، ممكن حتى الآن في ناس بيفكروا ويخططوا في الموضوع، لكن يعني ما هو عارف يعني في شيء ببلاش، في شيء رخيص، في شيء غالي. فكرة المشروع عنده ممكن ما هي واضحة، هو عنده هدف بس ما ينفصل بالشكل اللي هو الناس معه. ممكن يكون خاض تجربة لكن بيخش على يخش في السوق ويخش في المؤسسات وهذا يحس انه هو حاسس تمام، بيحس انه مو شيء اللي هو تمام، ولكن يفرض عليه حل تمام. قد يكلف هذا الشيء البزنس تبعه، قد يكلف هذا الشيء خسائر معينه، وقد ممكن تمشي العجله وتنجح العمليه تمشي، ولكن هو لا زال ما مرتاح، ما وصل للقناعه والراحه اللي هو يحتاجها، اللي هو يدور عليها. اللي قدامه عندهم حلول صحيحه، وهو عنده رغبات اكيد صحيحه، وان كانت غير مقنعه عند الاخرين، لكن هي الحاجه اللي هو يبغاها. تمام؟ هذا الفيديو هو للشخص هذا. تمام؟ طيب. خلينا قبل ما نبدا نتفق على بعض الاشياء. الحاجه الاولى انت عندك دائما الهدف في النهايه، الهدف انك توصل لتوفيق. تمام؟ ممكن توصل لابلكيشن. خلاص؟ لما يكون عندك تطبيق واحد مركزي واحد فقط، فانت تتكلم عن تطبيق. لما يكون عندك اكثر من تطبيق فانت تتكلم عن نظام. تمام؟ سيستم. فلما نقول تطبيق هو تطبيق له هدف محدد، له هدف محدد. بينما النظام هو خلينا نقول منهج عام يشمل عدة تطبيقات مترابطة مع بعض. فمثلا مثال الأنظمة هو مثلا الاي ار بي، في انظمه مثلا طبعا هذه الانظمه متعارف عليها اللي هي الاي ار بي ونظام الواشنطن المساعدات لانه في اكثر من تطبيق. في بعض الانظمه غير معروفه، لانه مثلا تروح لجهه معينه او شركه معينه تحصل عندها عده تطبيقات لكن مرتبطه مع بعض وتعمل بتكافؤ. تمام؟ ما لها اسم، بس هي يقول لك النظام عندنا كذا، عندنا البرنامج الفلاني، البرنامج الفلاني، البرنامج الفلاني، لكن كلها مع بعض بتكون نظام. كلها مع بعض مشموله بتكون نظام. كويس؟ فانت لما هتبدا اول حاجه يا انك تبدا انك انت خذ التجربه، التجربه مهمه لانه مهما حضرت وناس شرحوا لك وشفت وسمعت غير انك تجرب ما راح يتولد عندك قناعه. ودائما خليك واثق مهما كانوا كل اللي حواليك بيضغطوا عليك او بيفرضوا عليك حل، خليك واثق من ارتياحك انت للحل. بس
ارتياحك انت للحل هو الاساس. تمام؟ فلما تقول نظام، اذا انت هتبدا تسوي نظام، يا انها تكون في مرحله لاحقه، تمام؟ او انك تكون اوريدي خط التجربه والان خلاص جاهز وعارف ايش هي التطبيقات اللي عندك وايش هو النظام اللي حصل. هذا عشان تبني نظام كامل، هذا موضوع يعني الواحد مشروع، يعني تدرس دراسه وتعرف ايش معطيات المحاوره والى اخره، هذه مشروع. بس اليوم حنتكلم عن التدريب. تمام؟ التطبيق يا سيدي الفضل، انا حطيتها بالاحمر عشان تكون عندك واضح، وحاعتمد اني انا لما اجي اشرح، تمام، لما اجي اشرح حبتعد التقنيه وحاجي في مجال على الاقل انت تعرفه عشان اقرر لك وجهه النظر. تمام؟ ايش هو التطبيق؟ التطبيق دائما هي مدخلات ومخرجات. تمام؟ عندك شيء مثلا واحد جاب استماره، تمام؟ الاستماره ايش يسموها؟ ابلكيشن، يعني قبل الكمبيوتر وقبل اي حاجه. عندك استماره عبيتها، انت كده عبيت ابلكيشن. فايش هو الابلكيشن؟ معناته انت عندك استماره لادخال البيانات. هذا تطبيق. التطبيق هذا بعدين يخش، ممكن هو تطبيق واحد او ممكن نظام. انت شوف في الحياه العاديه قبل ما يكون في كمبيوتر. بالمناسبه اي شيء موجود الكمبيوتر دخل فيه هو حسن اداؤه، والا كان موجود من اول. فالتطبيق والتطبيقات موجوده من زمان، بس الفكره انه اخذ شكل مختلف واحسن وكذا بس. تمام؟ طيب، فعندك المدخل دائما، المدخل من تمام؟ المدخل دائما عندك ايش؟ دائما يكون استماره الادخال. استماره الادخال في النهايه هذا الادخال. في المخرج ايش عندك؟ في المخرج عندك نتيجه الادخال هذا، تمام؟ العمليه، انت لما تروح الصراف تدخل البطاقه، تدخل وتضغط، انت كده ادخلت، تعاملت مع التطبيق، التطبيق ايش اعطاك؟ اعطاك النتيجه، سحبت فلوسك من الصراف. هذا ابسط مثال. لما تروح المستشفى تعمل استماره انك انت سجلت، بعدين يعطوك بطاقه تسجيل. تعود في نادي نفس الموضوع. التعامل اللي هو انك انت عندك معامله، انك انت عملت اجراء وصار عندك نتيجه، هذا هو التطبيق. خلاص؟ طيب، الان خلينا نتكلم عن تطبيق بسيط. مثلا خلينا نتكلم عن الرسائل اس ام اس. هذا ابسط تطبيق موجود في جوال كل الجوالات من زمان. لا، ايش هدف التطبيق؟ انك انت بتدخل نص وبترسله لشخص ويوصل له، ولو العكس بيجيك رساله. طيب، كتطبيق يعني كمفهوم، لما تيجي تقول برنامج رسائل نصيه اس ام اس، الكل يعرف ك
كمعرفة تمام؟ ايش هو الطبيب ده؟ الكل يعرف. الفرق ده يصعد ايش؟ اللي يحصل ايش هو؟ في معرفة هذه دائما عامة تمام؟ وفي كيف هذه خصوص شوف الشيء الآن الكل يعرف فلان يتغدر كل العالم بس انت ايش تتغدر فلان فلان ايش يتغدر فلان ايش يحب وهذا ايش يحب المطعم الفلاني في قائمة الغداء ايش عنده وهذا المطعم في قائمة الغداء يختلف فهنا يعتمد انت و التطبيق الواقعي على اي كيفيه الكلام مش في المعرفه الكل يعرف كلنا نعرف المسلمات ولكن الكيفيه هي الاهم مفصل اللي هو يخليك انك انت تكون راضي عن التطبيق او التطبيق هذا ممكن يكون جوال ممكن يكون ويب ممكن يكون سيستم ممكن يكون بأي صيغة طالما أنك أنت راضي عنه وراضي عن أداءه وجاب نفس الكيفية التي تبغاها ونفس الأريحية التي تتناسب وضعك واحتياجاتك الأساسية هذا شيء مناسب لك وإن لم يناسب الجميع تمام فالأهم من أنك تحصل على التطبيق أو النظام أن يكون مناسب لاحتياجاتك وهذا هو أهم حاجة في التطبيق أنه هو يحدد احتياجك أنت شنو أنت احتياجك شنو فلو أنت احتياجك كان من الكيف تمام إذا كانت الكيفية تنفيذ التطبيق اللي أنت طلبته بالمواصفات اللي أنت تحتاجها إذا كان مهم بالنسبة لك راح تضطر إذا أنت ما حصلت على شخص بنفس ظروفك بنفس احتياجاتك بنفس تطلعاتك نفذ نفس التطبيق عندك تضطر انك تعمل شيء اسمه خاص خصوص خاص تفصيل التفصيل دائما مفيد وقد يكون مبهر جدا تمام قد يكون مبهر جدا تمام طيب فنفرض اذا كان انت روح في العموم في العام والله انت تبغى برنامج محاسب وقت في العام نزلت السوق طبعا كل العام تمام يكون على كيف ايش؟ على كيف مين؟ على كيف صاحب المشروع اللي هو غني على كيف مين؟ على كيف المستهلك اللي في السوق تبعه هو فين؟ هو مثلا خلينا نقول في فرنسا مثلا فهيعملها على التناسب
اللي يناسب طبيعه المحاسب الفرنسي. ما تكلم عليه انه برنامج المحاسبه يناسبك انت في البلد سين، هنا اللي بيعتمد اذا كان التطبيق هذا يناسبك او لا. اذا كان مناسب طبعا الشركه الفرنسيه مثلا لما جت عملت التطبيق كلفها كثير بس وزعت التكلفه على اكثر من شخص، وبالتالي هي بتبيعها بكيفيات يعني في تشابه بنفس الطلبات، يعني في تشابه الطلبات. وبالتالي لما يجي يبيعها لفرنسي اخر عادي تمشي تمام، يعني نفس المتطلبات نفس الاحتياجات نفس كل شيء. ولكن لما يجي يبيعها لواحد صيني يختلف، يبيعها لواحد لغه ثانيه مثلا بيهماني، او يبيعها لشخص عربي اتجاه النص مختلف قطع برضه حيكون في اختلاف، يكون اختلاف في الشكل وفي الهيئه والى اخره.